أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی کون سے لہجے میں ابتدا کریں گے؟ بیات. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بس یہ کوشش کیا کریں کہ جہاں لفظوں پر نہیں ٹھہرنا ہوتا تو وہاں اپنے لہجہ اور ترنم کو پورا کرنے کی خاطر ان لفظوں پر نہ ٹھہرا جائے. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. پہلی آواز، دوسری آواز کیسے ہوگی؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی، تیسری آواز. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين إلا الذين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الله الله ما شاء الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجب یہ لفظ ادا کیا جائے نا سانا تو یہاں حمزہ الف جو ہے وہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو موٹے ہوتے ہیں ان کے بعد نہیں تو صانا ص ایسے آوازوں سانا جی جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الإنسان
في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين جي بسم اللہ بسم اللہ سے یا وہ تین سے کیسے پڑھیں گے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إن شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.